رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الله رئيسة مجلس النواب إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله أسمايات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس من العام 2023. وأعربت معاليها عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف الذي يؤكد المكانة المرموقة لمملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الثقة الدولية تعتبر أحدى ثمار الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وما تشهده من حضور ونشاط متميز في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأشارت معاليها إلى أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تعتبر أكبر تجمع برلماني عالمي ويشهد حضور رؤساء وممثلي برلمانات دول العالم، لافتة إلى أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد العام المقبل سيكون حدثا تاريخيا مهما. كما أشارت معاليها إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على استمرار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل المشترك ومد جسور التعاون مع كافة برلمانات العالم. شاركنا في جميع اللجان النوعية والفرعية، أيضا ناقشنا العديد من القضايا والمقترحات التي نوقشت من خلال الجمعية العامة، وأعتقد أن وجود البحرين وحضور البحرين كان لافتا في هذا المؤتمر. والشيء المهم الذي نريد أن نؤكد عليه أن البحرين حظيت من خلال هذه الدورة بترشيحها لاجتماعات الجمعية العامة في العام 2023 الدورة 146. هذا التشريف طبعا للبحرين يؤكد على الموقع المتميز التي تتبوه البحرين من خلال البرلمان الدولي ومشاركاتها الفاعلة في البرلمان الدولي والجمعية العامة لهذا البرلمان الدولي. يؤكد كمجموعة برلمانية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على التزام أعضاء المجموعة بالسفر إلى مملكة البحرين وحضور الجمعية العامة 46 بعد المئة التي ستنعقد في مملكة البحرين العام المقبل. ونحن نشيد بنشاط معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ودورها البارز في الاتحاد البرلماني الدولي. إنه لمن دواعي سروري التأكيد على أن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قرر أن مملكة البحرين ستستضيف عمل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 46 بعد المئة والتي ستنعقد في شهر مارس من العام 2023، حيث تم أخذ هذا القرار بناء على عرض مجلس النواب في البحرين، حيث تم تقييم قدرة مملكة البحرين على استضافة هذا الاجتماع البرلماني. ونحن استلمنا الآن الضمانات الضرورية لعقد مثل هذا المؤتمر المهم. أود أن أبارك للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مملكة البحرين للدورة 146 والتي ستعقد في مارس 2023 في مملكة البحرين. وهذا أمر الحقيقة يسعدنا ويشرفنا ويبرز أيضا المكانة الدولية لمملكة البحرين وتقدير المجتمع البرلماني الدولي لدور الأشقاء الفاعل في مملكة البحرين بقيادة معالي فوزية زينل التي حقيقة يعني في هذه السنة تقود الاتحاد البرلماني العربي، وتواجدها الفاعل والمتميز في اجتماعات هذه الدورة واضح وجلي.